بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نصحح معكم الامتحان ديال المعارف مادة الرياضيات بالنسبة للاختبار الكتابي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات تخصص المزدوج للتعليم الابتدائي. دونك غادي نصحح معكم التمارين اللي كانوا في المجال الرئيسي رقم واحد المعارف الرياضيات. دونك هنايا مجموعة من التمارين غادي نشرحوهم بتدقيق وغادي نشوفوا الإجابة الصحيحة. إذن ابقوا معايا باش نعرفوا التصحيح ديال هاد التمارين. بدأوا على بركة الله. تمرين رقم واحد، نعتبر العددين A و B لدينا. دونك هنايا عندنا A هو هذا و B هو هذا، وقالوا لنا الجداء ديال A في B واش هو يساوي 2 ولا كيساوي 1 ولا كيساوي 11 على 6 ولا كيساوي ناقص 2. إذن الجواب الصحيح غادي نعرفوه حالا. إذن تبعوا معايا في الشرح. إذن بالنسبة لتمرين واحد، تمرين واحد إذن عندنا A كيساوي 4 على 3 زائد 1 على 2 على 1 على 3 ناقص 1 على 4. أول شيء نبسط هذا التعبير A. إذن باش غادي نبسطو غادي نوحد المقام هنا بستة. مقام واحد هو ستة، دونك ستة هنا زائد هنا ستة. دونك فين ضربت هنايا ثلاثة باش عطاتني ستة، ضربتها في جوج، إذا أربعة حتى هي نضربها في جوج. هنا واحد غادي نضربها في ثلاثة. كذلك نوحد المقام هنا، دونك غادي نوحدو مقام بطناش، علاش؟ لأن أربعة في ثلاثة كتساوي طناش. دونك هنايا واحد ضربتها في ربعة، واحد ضربتها في ثلاثة. من بعد دونك هنايا غادي تصبح لي دونك هنا ستة، هنا عندي تمنية، ربعة في جوج تمنية زائد ثلاثة يساوي 11. دونك 11 على ستة. هنا غادي نحتفظ المقام واحد 12، وأربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد. إذا هنا عندي قسمة عددين كسريين، إذا نحتفظ بالعدد الكسري الأول 11 على ستة ونضربه في مقلوب الكسر الثاني 12 على واحد. دونك شحال يصبح لي هنا؟ دونك غادي يصبح لي 11 في 12 على 6. 11 في 12 على 6 هي 11 في 6 في جوج على ستة. إذن هي شحال؟ دونك هنايا 11، دونك ستة غتمشي مع ستة، غتصبح لي 11 في جوج اللي هي 22، اللي هي 22. ثم اش غادي ندير دابا؟ غادي نضرب A في B. A في B كتساوي ماذا؟ دونك A هي 22، دونك 22 على واحد مضروبة في ماذا؟ مضروبة في ب في واحد على 12، واحد على 12. دونك هي ماذا؟ دونك هي 22 في واحد هي 22 على 12. هاد 22 على 12 نختزلوها، 22 هي 12 أو هي 11 فين؟ في جوج، و 12 هي 6 في جوج. غادي نختزلو جوج مع جوج غتصبح لي 11 على 6 هو الجواب الصحيح. إذن 11 على 6 هو الجواب الصحيح. إذن الإجابة الصحيحة هنا هي الجواب الثالث. الجواب الثالث هو الإجابة الصحيحة. الآن نمر التمرين الثاني. نضع 600 تساوي 2 أس إن مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2. دونك هذا التعبير هذا خصو يساوي لي 600 في حالة إن كم يساوي؟ واش 4 ولا 5 ولا 3 ولا 6؟ إذن تمرين 2، تمرين 2 عندي 600 إيكال 2 أس إن مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2. دونك حنا كنبحثو على ماذا؟ كنبحثو على هاد ان هذا حكي يساوي، واش كيساوي لي 4 ولا كيساوي لي 5 ولا 3 ولا 6. شنو غادي نديرو؟ غادي غير نجربو هنايا بسهوله. علاش؟ لان هنايا ما عندناش التعليل، ما قالولناش علل، قالولنا فقط اين هي الاجابه الصحيحه. اولا نجربو في حاله ان كتساوي 4. في حاله ديال ان كتساوي 4 شنو غنديرو؟ دونك 2 اس 4 مضروب في 3 مضروبة في 5 أس 2 كم يساوي؟ إذن 2 أس 4 كتساوي 16، 16 في 3 في 25 كتساوي شحال؟ كتساوي 1200. 1200 تخالف أو أكبر من 600، أكبر من 600. إذن الجواب N كتساوي 4 جواب خطأ.
الآن في حالة n كتساوي 5، n كتساوي 5 هي 2 أس 5 مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2 تساوي 2400. 2400 أو تاني كذلك أكبر من 600. إذن كذلك الجواب n كيساوي 5 جواب خطأ. نمر الجواب n كتساوي 3، إذن 2 أس 3 مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2 كيساوي، إذن هنايا 2 أس 3 يساوي 8، 8 في 3 في 25 كتساوي 600، كتساوي 600، إذن إيكال 600، إذن هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو n كيساوي 3. نمر الجواب الأخير n كيساوي 6، إذن 2 أس 6 في 3 في 5 أس 2 كم يساوي؟ إذن في الأخير كيساوي لنا 4800، و 4800 أكبر من 600، إذن الجواب الصحيح هو n كيساوي 3. إذن الإجابة الصحيحة هنا هي n يساوي 3، دي الإجابة الصحيحة. إذن التمرين الأول إجابة صحيحة هي a في b يساوي 11 على 6. التمرين الثاني إجابة صحيحة بحيث تتحقق هاته المتساوية، يعني 600 يساوي 2 أس 3 مضروبة في 3 في 5 أس 2. إذن نمشيو الآن للتمرين رقم 3. التمرين رقم 3 هو كالتالي: يسع مدرج 396 مقعدا مرقما بالترتيب التزايدي، المقاعد موزعة على 22 صفا، المقعد رقم 157 يقع في الصف رقم. إذا سمحوا لي على الضبابية ديال التمارين لأنني ما لقيتهاش على شكل أوراق، قد لقيتها في الفيسبوك ودرت لها سكان، دونك داكشي علاش جات الجودة ديالها طايحة. دونك يسع مدرج ل 396 مقعدا مرقما بالترتيب التزايدي، المقاعد موزعه على 22 صف، مقعد رقم 157 يقع في الصف رقم، واش رقم 6 ولا رقم 7 ولا رقم 8 ولا رقم 9؟ اذا هنايا خصكم تركزوا معايا. دونك هنايا مساله ديال التمرين رقم 3 سهله جدا. دونك تمرين 3، تمرين 3 شنو فيه؟ دونك عندنا واحد المدرج، يعني واحد القاعة رياضية ولا واحد الملعب مثلا، شحال فيه ديال المقاعد؟ فيه 396 مقعد، 396 مقعدا مرقما بالترتيب التزايدي. هنايا هاد المقاعد موزعة بشكل منظم، إذا هاد 396 مقعد منظمة على شكل صفوف، شحال من صف؟ كاين 22 صفا. دابا السؤال هو المقعد، يعني الكرسي رقم 157، المقعد 157 فين جا؟ فين جا بالضبط؟ يقع في الصف ماذا؟ رقم اش من صف؟ واش الصف 6 ولا رقم 7 ولا 8 ولا الى غير ذلك؟ اولا شنو خصني ندير؟ انا عندي عدد المقاعد وعارف بانه شحال عندي ديال الصفوف، عندي 22 صف، دونك اش غندير؟ 396 قسمة على ماذا؟ على 22. 396 غنقسمها على 26، دونك شحال تساوي لي؟ تساوي 18. 18 مقعدا هو ماذا؟ هو كل صف شحال كيتكون من مقعد؟ شحال؟ 18 مقعدا، 18 مقعد في كل صف. إذا نعتبر هذا الصف رقم 1، هذا الصف رقم 2، صف 3، صف 4، الصف 5، الصف 6، الصف 7، الصف 8، الصف 9. دونك حنايا إذا كما كتلاحظوا حسب التمرين كاين الاختيارات ما بين 6 و 9 ديال الصفوف. دونك هنايا هما عندي هنا، غادي نشوف. دونك أنا عندي 18 في كل صف، قلنا عندي 18 مقعدا، 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 شحال ديال المرات؟ 22 مرة، يعني 22 صف. مزيان، دابا إلا كانت عندي هنا 18 وهنا 18 وهنا 18 وهنا 18 وهنا 18 وهنا 18 إلى غير ذلك، إذا جمعت الصفوف، دونك إلا جمعت هاد 18 زائد 18 زائد 18 زائد 18 زائد 18 زائد 18 إلى غير ذلك، غادي يجي في الصف رقم 9. جمعت هاد الصفوف كاملين غادي يجي في الصف رقم 9 كيساوي لي 162، 162، وفي الصف 8 144. يعني ماذا؟ يعني
آخر مقعد في الصف رقم 8 هو 144، الكرسي الأخير في الصف 8 النمرة ديالو 144، يعني الكرسي الأول هنايا في الصف 9 الرقم ديالو 145، وحنا كنبحثو على ماذا؟ على الرقم 157. إذا 157 غادي تجي فين؟ في الصف رقم 9. إذا الصف رقم 9 هو الجواب الصحيح. إذا الجواب الصحيح في هذا التمرين هو الجواب الأخير رقم 9. فهم الآن غادي نمروا للتمرين رقم 4. التمرين رقم 4 المطلوب فيه هو رسم الشكل، يعني غادي نرسمه هنا. A B C مثلث، أنشئ المستقيم المار من النقطة A والموازي لارتفاع المثلث A B C. الناشئ من النقطة B، الناشئ من النقطة B. إذن أولا دونك غادي نحاول نبين هاد A B و C، دونك هادو ما هما النقط A و B و C. الآن المطلوب هو أنني ننشأ واحد المستقيم مار من النقطة A، يعني كيدوز لنا من هذه النقطة هذه، وموازي لارتفاع المثلث ABC. هذا المثلث ABC صافي، مثلث ABC هو هذا. هذا المستقيم اللي غادي نرسمه غادي يكون موازي لماذا؟ موازي لارتفاع هذا المثلث، لارتفاع هذا المثلث. لاحظوا ارتفاع هذا المثلث الناشئ من النقطة B، يعني هذا الارتفاع غادي تنشأ منين؟ انطلاقا من النقطة B. هكذا كنعرفوا بين أن الارتفاع كيكون ماذا؟ كيكون عمودي على القاعدة. دونك نلاحظو، دونك خاصو يكون عمودي هنايا، وغادي نرسم. نتوما حاولوا ترسموا بالقلم الرصاص افضل. اذا انا رسمت الارتفاع، دونك غادي ندير رمز التعامد هنا. اذا هذا هو الارتفاع، مفهوم؟ انا خصني نرسم واحد المستقيم ياك يدوز من هاد A، ياك موازي كيوازي لي هاد الارتفاع، هذا موازي مع هذا الارتفاع، يعني لا يلتقيان، مستقيمان لا يلتقيان. دونك هذا الارتفاع انا نكبره باش يصبح لي مستقيم، باش نشوف هذا المستقيم اللي غادي نرسم هنا. دونك هذا المستقيم اول حاجه غادي نطول هذا الضلع، هذا حاول نطوله شويه هكذا ياك، وغادي نرسم انطلاقا من A العمودي على هذا المستقيم، على AC، العمودي على AC والمار من النقطه A، هكذا هكذا. وغادي نكبر المستقيم ديالي. إذن هذا المستقيم هذا، هذا المستقيم هذا كيوازي هذا المستقيم هذا، كيوازي لي ماذا؟ كيوازي الارتفاع ديال المثلث ABC. لاحظ لماذا؟ لأنه مهما الارتفاع ديال المثلث ABC من شو من نقطة B عمودي على AC، إذن هاد AC جميع المستقيمات العمودية عليه هي مستقيمات موازية لارتفاعه، مفهوم؟ هي مستقيمات موازية لارتفاعه. إذا هكا كنكونو رسمنا الشكل ديالنا. التمرين رقم 5 هو كالتالي: الشكل أسفله نشر لمجسم. إذا النشر لماذا؟ نشر لمجسم اسمه، دونك هذا المجسم هو ماذا؟ واش هو موشور قائم؟ ولا هرم قاعدته مستطيل؟ ولا هرم قاعدته مربع؟ ولا رباعي الأوجه؟ ولا رباعي الأوجه. ده الجواب الصحيح، هو هرم قاعدته مربع. نمر الآن إلى تمرين رقم 6. تمرين رقم 6 هو هذا، أنا عندنا واحد المثلث هذا، دونك نعتبر مثلثا قائم الزاوية، انظر الشكل، دونك هذا المثلث هذا قائم الزاوية في هذه النقطة هذه. دوران المثلث بربع دورة في اتجاه عقارب الساعة هو، دونك ملي كنتكلموا على دوران، دوران الشكل يعني هذا الشكل هذا شنو غيدير؟ غادي يدور في اتجاه عقارب الساعة. حنا كنعرفوا عقارب الساعة كتمشي في هذا الاتجاه هذا، ها؟ إذا نشوفوا هاد الاتجاهات وهاد الاختيارات، شنو اختيار غادي نختاروا؟ دونك أولا شوفوا كيفاش هذا الشكل كان، واش غادي يصبح هكا ولا غادي يصبح هكا ولا غادي يولي هكا ولا غادي يولي هكا. إذا في اتجاه، دائما في اتجاه عقارب الساعة، في اتجاه عقارب الساعة، فين هو الجواب الصحيح؟ واش الجواب هذا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ إذن إلا لاحظتوا هاد الزاوية القائمة، لاحظوا هاد الزاوية القائمة، ركزوا لي على هاد الزاوية القائمة. إذا قلنا بأنه غادي يدور في اتجاه عقارب الساعة، يعني غادي يدور بهذا الشكل هذا، غادي يدور بهذا الشكل هذا، يعني الزاوية القائمة ستصبح هنا، داكوغ، ستصبح هنا وليس هنا وليس هنا وليس هنا. إذا الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1، الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. إذا هذا هو الدوران، مفهوم؟
دونك هذا التمرين رقم 6 كيمشي مع هاد الاختيارات. الان غادي نمروا للتمرين رقم 7. لاحظوا التمرين رقم 7 باستعمال المعطيات الوارده في الشكل اسفله قياس الزاويه بي ام كيو. هو دونك هاد عندي هاد المثلث هذا فيه هاد الزاويه هذه وفيه هاد الزاويه هذه. دونك هاد الزاويه هذه قياس ديالها 35 درجه وهاد الزاويه هذه هي اللي كنبحثوا عليها بي ام كيو. اذا لاحظوا معايا كيفاش غادي نبينوا الزاويه بي ام كي. دونك هنايا عندنا تمرين رقم ماذا رقم 7. تمرين رقم 7 كيفاش غادي نبين؟ انا عندي واحد المثلث قلنا ام هنا بي وهنا كيو. هنايا هذا المثلث ام ان كيو مالو ام ان كيو مثلث متساوي الساقين في ام. هذا المثلث هذا المثلث متساوي الساقين في ام. داكشي علاش لقيتو هاد الشرطات هادوما بجوج داكوغ. اذا هاد الساق ام ان كيساوي ام كيو. فهذايا شنو ممكن نستنتجو منه؟ ممكن نستنتجو بان هاد الزاويه هادي كذلك قياس ديالها 35 درجه. دونك الا كانت هادي 35 درجه حتى هادي 35 درجه. فهم لاحظوا الان عاوتاني غادي نجيبو مثلث اخر اللي هو ام بي ان. حتى هو مثلث متساوي الساقين في ماذا؟ في بي. هذا المثلث هذا مثلث متساوي الساقين فين؟ في بي. اذا هادو متقايسين. اذا هاد الساقين هادو بي ان متقايس مع بي ام. مفهوم؟ اذا عاوتاني هاد شنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بان هاد الزاويه هادي شحال كتساوي؟ حتى هي 35 درجه. مفهوم؟ حتى هي 35 درجه. دابا الان نبحث عن ماذا؟ الان نبحث عن هذه الزاويه. شنو هو القياس ديال هذه الزاويه؟ اذا هنايا احنا كنعرفوا واحد الحاجه مهمه اللي هي دونك نعلم ان مجموع قياسات زوايا المثلث شحال كتساوي؟ تساوي 180 درجة. جميع المثلثات المجموع ديال القياسات الزوايا ديالها كتساوي 180 درجة. دونك غنحسبوا القياسات ديال ام ان كيو. هاد المثلث هذا دونك القياسات ديال الزوايا ديال ام ان كيو. دونك ام ان كيو زاوية ام ان كيو زائد الزاوية ان كيو ام زائد اللي هي الزاوية هادي زائد الزاوية ان ام كيو كيساوي 180 درجة. دونك هاد ام ان كيو شحال كتساوي؟ 35 درجة. ان كيو ام كتساوي 35 درجة. لقاتلنا هاد الزاوية ان ام كيو ما عارفينهاش، اش غنديرو؟ غادي نفكوها، غادي تولي ان ام بي، ان ام بي زائد بي ام كيو، زائد بي ام كيو هي اللي كنبحثو عليها كيساوي 180 درجة. دونك هذه 70 درجة. ان ام بي هذه ان ام بي حسب المثلث ام بي ام هاد الزاوية هادي كتساوي هاد الزاوية هادي هي 35 درجة. 35 درجة زائد 70 درجة زائد بي ام كيو كتساوي 180 درجة. اذا بي ام كيو شحال كتساوي؟ كتساوي 180 درجة ناقص 35 درجة ناقص 70 درجة. اذا المجموع كيساوي بي ام كيو كتساوي شحال؟ كتساوي 75 درجة. 75 درجة. اذا الاجابة الصحيحة هي هادي. مفهوم؟ الاجابة الصحيحة هي 75 درجة. الان غادي نمرو للتمرين رقم 8. التمرين رقم 8 هو هذا. اشترى علي 5 كيلوغرامات من الموز و 3 كيلوغرامات من الاجاز بثمن 61 درهم، واشترى احمد 4 كيلوغرامات من الموز و 6 كيلوغرامات من الاجاز بثمن 74 درهم. 8 كيلوغرام واحد من الموز وكيلوغرام واحد من الاجاز على التوالي هما، واش 8 دراهم ثمن ديال الموز و 7 دراهم الاجاز، ولا 8 دراهم موز و 6 دراهم اجاز، ولا 7 دراهم موز و 8 دراهم اجاز، ولا 6 دراهم موز و 8 دراهم اجاز. دونك هادشي اللي غادي نبحثوا عليه وغادي نبينوه في هذا التمرين. اذا تمرين رقم 8. تمرين رقم 8 اذا هنايا عندي جوج طرق، ولكن الطريقه الصحيحه مثلا اذا ما كانش هنايا مثلا الاختيارات خصني ندير هذه الطريقه. هذه طريقه النظمات. لاحظ
انا عندي علي شنو شرى؟ شرى 5 كيلوغرامات من الموز و 3 كيلوغرامات من الاجناس. اذا نضم 5 اكس، دونك اكس هو ماذا؟ اكس هو الموز و ايغريك هو الاجناس. اي 3 ايغريك شحال كيساوي؟ كيساوي 61 درهم. وبالنسبه للمعادله الثانيه، المعادلة الأولى هي ديال علي، المعادلة الثانية هي ديال أحمد. شرى 4 كيلوغرامات ديال الموز، دونك 4 إكس زائد 6 كيلوغرامات ديال الإيجاز، حكي يساوي 71 ماذا؟ أو عفوا 74 درهم، 74 درهم. الآن هاد المعادلة هادي يمكن لي نقسمها على جوج، يمكن لي نقسمها على جوج ولا نختزل، بحال نختزل. دونك علاش؟ لان هنا عندي 4 هي 2 في 2، وهنا عندي 6 هي 3 في 2، و 74 هي 37 في 2. دونك غادي تولي لي شحال؟ غتولي لي 2 اكس زائد 3 ايغريك كتساوي 37. اذا غتولي النظمه ديالي هي 5 اكس زائد 3 ايغريك كتساوي 61. دونك هنايا اش غتولي لي؟ 2 اكس زائد 3 ايغريك كتساوي 37. هنايا غادي نطبق الطريقة التآلفية الخطية. طريقة التآلفية الخطية سهلة جدا. طريقة التآلفية الخطية هي أو طريقة الحذف، يعني غادي نحذفوا واحد المجهول. إذا نحذف المجهول Y ونبحث عن X. دونك غادي نحذفوا المجهول Y وغادي نبحثوا على X. دونك هنايا كنقولوا نضرب طرفي المعادلة 2، دونك هذه 1 وهذه 2 في ناقص 1، ومعادلة 1 في 1. هذه غنضربها في 1 وهذه غنضربها في ناقص 1. الا ضربت هذه في ناقص 1 اش غتصبح لي؟ دونك غتصبح لي ناقص 2 اكس ناقص 3 ايغريك كتساوي ناقص 37. اذا والمعادلة الاولى غتبقى هي 4 اكس زائد 3 ايغريك كتساوي 61. الآن نجمع طرفي المعادلتين، دونك أو نجمع المعادلتين طرفا بطرف، غتصبح لي دونك 5 إكس زائد 3 إيكغيك ناقص 2 إكس ناقص 3 إيكغيك كتساوي 61 ناقص 37. إذن هنايا 5 إكس ناقص 2 إكس زائد 3 إيكغيك ناقص 3 إيكغيك كتساوي 61 ناقص 37. إذن دونك هنايا هادي غتمشي، غتبقى 5 إكس ناقص 2 إكس اللي هي 3 إكس كتساوي 24. 61 ناقص 37 كتساوي 24. إذن إكس حا كتساوي هي 24 على 3 اللي هي 8. إذن إكس كتساوي 8، 8 درهم. إذن الموز كيساوي 8 دراهم. إذن الآن قلنا إكس كتساوي 8 دراهم. إذن غنعوضو، نعوض في المعادلة رقم 2. هاد المعادلة هادي دونك 2 اكس زائد 3 ايغريك كتساوي 37. دونك نعوضو اكس ب 8، 2 في 8 زائد 3 ايغريك كتساوي 37. 2 في 8 16، 16 زائد 3 ايغريك كتساوي 37. اذا هي 3 ايغريك كتساوي 37 ناقص 16. اذا 3 ايغريك كتساوي 37 ناقص 16 كتساوي 21. اذا ايغريك كتساوي 21 على 3 كتساوي 7. إذن إيغريك كتساوي 7. إذن حلول النظمة هو الزوج إكس 8 و إيغريك 7. إذن الجواب الصحيح من بين الأجوبة المقترحة هو الجواب الأول. إذن البنان كيدير 8 دراهم للكيلو والإجاز كيدير 7 دراهم للكيلوغرام. الآن غادي نمر للتمرين التاسع والأخير في معارف الرياضيات. التمرين التاسع هو عبارة عن متسلسلة إحصائية. دونك هنايا سجلت السلطات الصحية بجهة الرباط سلة القنيطرة من 21 إلى 27 أكتوبر 2020 عددا من الإصابات بجائحة كوفيد 19. الجدول التالي يحدد النتائج المسجلة. دونك هنايا كيهضروا على كوفيد 19 ديال فيروس كورونا. دونك هنايا اليوم من 21 ل 27 سيمانة، هنا عدد الحالات. السؤال الأول كيقول لك حول معطيات الجدول إلى مبيان بخط منكسر. انا هنايا طبعت ما كيجيش واضح، لكن انا غنوضح لكم الامور. دونك هنايا عندنا هنا في محور الاراتيب دايرين عدد الحالات. دونك هنايا نكتبوا عدد الحالات هنايا اليوم،
اليوم بداو هنايا 21 22 23 24 25 26 27. إذن يوم 21 شحال تسجل ديال الحالات؟ سجلت 379 حالة. 300 ها هي 350، نقولوا هنايا 379 غادي نحصلوا مثلا هنا. انتما في الورقة الأصلية راه باينين الخطوط، دونك النقطة غادي تكون هنايا. نهار 22 496 حالة، 496 حالة غتكون هنا. بالنسبة دونك دائما التلاقي، لاحظ هكذا 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 هكاخ 23، وغادي نبقى كنستمر 23 500 حالة هنا. 24 470 حالة، 470 حالة هكذا. 25 726 حالة، 726 حالة هنا. بالنسبة 26 يوم 26 من أكتوبر 325 حالة، 325 حالة، دونك 325 غتجي هنايا دونك هنا. بالنسبة ل 27 587 حالة، 500 دونك 500 هنا، 587 تكون هنا، دونك النقط هما هادو. ثم غادي نحاول نصلهم، ده هو المنحنى او خط منكسر، مبيان بخط منكسر. اذا هذا هو خط منكسر، اي مبيان بخط منكسر. هنوصلهم كهني ممكن هنايا. هذا المبيان هذا هو مبيان بخط منكسر، كيبين لي تطور عدد الحالات مع الايام في جهة الرباط سلا القنيطرة. الان السؤال الثاني، احسب معدل انتشار الوباء بهذه الجهة خلال الاسبوع المحدد. اذا غنحسبوا المعدل ديال انتشار الوباء بهذه الجهة، اذا جهة الرباط سلا القنيطرة، غادي نحسبوا ماذا؟ غادي نحسبوا معدل ديال انتشار الوباء، المعدل ديال انتشار وباء كورونا كوفيد 19. اذا كيفاش غادي نحسبوه؟ غادي نحسبوه بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا، اذا عندنا في كل يوم، لاحظوا في كل يوم 21 عندنا 379، 22 عندنا 496، في 23 عندنا 500، 24 عندنا 470، في اليوم 25 عندنا 726، في اليوم 26 عندنا 325، وفي اليوم الاخير 27 عندنا 587. اذا عدد الايام هو 7، وعدد الحالات غادي نجمعوهم. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا مويان. لا مويان شحال كيساوي؟ كيساوي دونك هذا المجموع 379 زائد 496 زائد 500 زائد 470 زائد 726 زائد 325 زائد 587. هادشي كامل على ماذا؟ على 7، هو عدد الايام. اذا هذا هو الموين، ام كتساوي 497.5. اذا هذا هو معدل انتشار فيروس كورونا خلال اسبوع في جهة الرباط سلا القنيطرة، اي من 21 الى 27 اكتوبر 2020. هذا هو المعدل ديال انتشار الفيروس كوفيد 19. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.